ما يميز النخبة العراقية التي شرفت مصر هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو تنوع التخصصات الثقافية والإبداعية. في هذا الحوار يسعدنا أن احنا نستضيف قامة عراقية أخرى ولكن في مجال النقد الأدبي، الدكتورة نادية العزاوي، أستاذة النقد الأدبي بالجامعة المستنصرية في العراق. أهلا بك يا دكتورة. أنا دايما بقول وبكرر أنه العراقيين لديهم موهبة فطرية في اللغة، وحضرتك تخرجتي في قسم اللغة العربية. نعم. في بداية الرحلة يعني جامعة بغداد. من جامعة بغداد. إيه سر التمكن اللغوي لدى العراقيين؟ أنا لم أقابل عراقيا طوال مسيرتي المهنية إلا وكان يعني لديه تمكن مذهل في اللغة. نعم. إيه السبب؟ يعني لا تنسى حضرتك العراق مهد الدراسات اللغوية في حاضرتي البصرة والكوفة، الأصمعي والجاحظ وهذه الأسماء الكبيرة كلها درجت على الأرض العراقية، أبو الطيب المتنبي، ابن جني، يمكن نبقى أياما يعني نسرد الأسماء طبعاً. القامات. فهناك يعني ولع بهذه اللغة. أيضا التدريس كان قويا عندنا في مدارسنا بمراحلها المختلفة، المتوسطة والثانوية، ثم في الجامعة أقسام اللغة العربية كان يدرس فيها أساتذة أجلاء من شيوخ العربية، مهدي المخزومي رحمة الله عليهم جميعا، علي جواد الطاهر. أعتقد دي بعض من الأسماء اللي اتكلمتي عنها باستفاضة في كتابك. نعم. تجليات الذاكرة. نعم. مصطفى جواد، أسماء كبيرة. مهدي البصير، هؤلاء غرسوا فينا حب العربية بشكل كبير وحثوا فينا الاستمرار في القراءة والمتابعة والمطالعة، فضلا عن الغير على هذه اللغة والحرص عليها. حضرتك أستاذة في النقد الأدبي. نعم. البعض بيعتقد أنه النقد الأدبي هو مهنة سهلة، يعني ممكن أي حد يقرأ رواية ويكتب نقدا. نعم. إيه رأيك في هذا الاعتقاد؟ أستاذ الكريم، يعني نزعة الاستسهال صارت عندنا في كل الأشياء، في كل المهن، في كل الحرف، في كل التوجهات. يعني مش هو النقد ده ممكن يبقى رأي شخصي، مش ممكن رأي شخصي ده يعني إحنا نحجمه لو ربطناه بالقواعد؟ هو القضية هناك ينبغي أن تكون موهبة عند الشخص، كموهبة الشعر، كموهبة الرواية، كموهبة الناقد. هناك فطرة، القدرة على التمييز بين الجيد والرديء. ثم تأتي الثقافة، أن يثقف نفسه، أن يطلع على الأصول، أن يطلع على المراجع، أن يطلع على يواكب. وهناك تخصص داخل النقد، نقد مسرحي ونقد روائي ونقد الشعر. لكن لا يهم بالضرورة أنه ناقد الشعر أن يكون شاعرا. لا بالمطلق، لا بالمطلق، لكن يكون ملما بقواعد الشعر. طبعاً لا يمكن. موهبة الشعر موهبة خاصة، موهبة الرسم موهبة خاصة، موهبة النحت موهبة خاصة. كل فن وكل جنس إلى خصوصيته وإلى موهبته. الناقد الأدبي هو المطلق، يعني حتى إذا كان هناك بعض الشعر لطه حسين، لمحمد مندول، فهو من الشعر ليس العالي، ليس كشعر شوقي مثلاً، ليس كشعر حافظ إبراهيم. هذا شيء وهذا شيء، لكن أن تكون لديه موهبة في النقد نفسه، أن يكون جاداً، وقبل هذا وذاك أن يكون صادقاً، لا يطلق الأحكام هكذا، أميناً يعني جداً طبعاً. يعني أنا أرى عملاً لأنه بمثابة حكم بالضبط على العمل. يعني أرى عملاً أنا أحب المؤلف فأقول فيه وأدعي له، ما هذا تزييف للحقائق وهذا حرف للأشياء. لكن يا دكتورة أنا يعني زي ما أنا ملاحظ حضرتك هادئة الطبع جدا، قد إيه دخلتي في معارك نقدية في العراق؟ هدوء خلف جدية بالموقف، ولكن جدية لم أحولها إلى معارك عبثية. أنا أقول كلمتي وكفى، من يؤمن بها أهلا وسهلا، من لا يؤمن أتركه لحال سبيله. لكن أقول يعني بالقدر والعوذ بالله من أنا أقول قولة الحق. لا أجامل في العلم ولو كان على حساب أي شيء آخر. مطلقا لا أجامل، لا أجامل في العلم، لا أجامل في المواقف،
أقول كلمة الحق. انطلاق إيه أصعب الأثمان التي دفعتيها في مقابل أرائك النقدية؟ كسبت أشياء لا يهم ماذا فقدت. بتفكري في اللي كسبتيه مش اللي خسرتيه. كسبت أشياء، خلينا نقول بنظرة تفاؤلية، كسبت أشياء. أول هذه الأشياء احترامي ذاتي واحترامي لنفسي، احترام الآخرين لي، ثقتهم بي، وهذه أمور ليس من السهل استحصالها. ربما أشياء كثيرة فقدتها، لكن لا يهم، المهم أنا أقول كلمة الحقيقة، أقول كما تبدو لي استنادا. حين يعني أرى هذا عملا جادا يستحق، لا يهم أن المؤلف مشهورا أو غير مشهور، لا يهم أن يكون صاحب هذا النص له كلمة عليا أو وإنما هذا رجل قال نصا جديرا بأن يعني يحكم عليه بالجودة، جدير بأن يدرس، جدير. أقول هذه الكلمة. لكن إيه السلبيات اللي بتتمني أنه يتخلص منها حقل النقد الأدبي في العراق؟ هذه القضية أن يعني نسقط عن أنفسنا أي تبعات أو التزامات خارج العملية العلمية نفسها، خارج النقد، يعني أن لا تكون المجاملة، أن لا تكون البحث عن المكاسب العابرة على حساب الموقف النقدي، أن لا يكون منطلقنا هو البغضاء أو هو الرغبة في التسقيط أو كل شيء يمر أمام عجلة الزمن، ما يبقى هو الأساس، هو طب. والزبد يذهب في هذا المجال أو في ذاك، طب. هذا فقط. أما اختلافنا بالرأي هذا طبيعي، اختلافنا بالأحكام طبيعي، المنظور بين الأجيال وتفاوتها طبيعي، ولكن أن يكون المنطلق والمستند هو هذا الصدق في التوجه العلمي والثقافي. صحيح. بنظرة ناقدة، نعم. إزاي تلخصي لي رؤيتك للحالة الثقافية اللي بيقدمها معرض القاهرة الدولي لكتاب هذا العام؟ جميل. وهذه هي القاهرة، هذا هو مصر، هي مصر، مصر اللي في أظن يعني في داخل قلب كل عربي وكل أديب وكل مثقف وكل من الأسماء الكبيرة، يعني أعلام وأجيال وستبقى هكذا. وكذلك ستبقى العراق في قلب كل مصري. العراق هي البوابة الشرقية للأمة العربية، وستبقى لها مكانتها الأدبية والثقافية والإبداعية. أنا في منتهى السعادة دكتورة نادية العزاوي، أستاذة النقد الأدبي بالجامعة المستنصرية في العراق، شرفتينا ونورتينا. أهلا وسهلا بك. لطفك. شكرا جزيلا. شكرا.